تعود الأحداث الساخنة والمتلاحقة من جديد إلى الساحة السياسية في اليمن غدا سيطرة المسلحين الحوثيين على قصر رئيس عبد ربه منصور هادي ومقر رئيس الوزراء خالد بحاح رغم الإعلان عن سريان اتفاق جديد لوقف القتال. المشهد السياسي في اليمن أصبح ضبابيا وينظر بمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، خاصة بعد إعلان السلطات الأمنية في 3 محافظات جنوبية بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية، معتبرين أن ما حدث في صنعاء هو اعتداء على شرعية الرئيس. وفي الوقت الذي يسعى فيه الحوثيون إلى السيطرة على مجمل العاصمة اليمنية، توافد المئات من مسلح اللجان الشعبية الموالي للرئيس اليمني إلى مدينة عدن بغرض حماية المقرات الحكومية. تسارع الأحداث في اليمن جعل اللجنة الأمنية في كل من عدن ولحج وأبين تصدر بيانا تشدد فيه على التمسك بالشرعية الدستورية للرئيس.